رضي عنهم ورضوا عنه. تعال هنا بقى، انت كويس انك قلتها، انا كنت هنساها على فكرة. الآية دي فيها إشكالية ضمائر وبسمعها شرحها غريب جدا. هي دي انا قلت لك هضرب لك مثال من حاجات مش مفهومة. الآية بتقول، الآية أولا بتتكلم الصورة اسمها البينة. البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. شوف توصيف الرسول. أنا قلت لك هناك قال إيه؟ وما كنا معذبين حتى إيه؟ نبعث رسول. الرسول يعمل إيه؟ يبين لك كل حاجة ويوضح لك كل حاجة. فرقان مش كده؟ لما اتكلم عن أسم الناس برضو إيه؟ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. اسمع دي بقى، رضي الله عنهم. من الفاعل؟ ربنا. عمل إيه؟ رضي عن الناس ورضوا عنه. قال لك ورضوا عن ربهم. هي مش كده، لا يمكن. أنا مين أنا عشان أرضى؟ إن شاء الله مرضيت. إنما خد بالك الضمائر في القرآن لازم أقف عندها، في التفات في الضمائر طبعا. جزاؤهم، هم رضيوا عن الجزاء، عن الجنة يعني، عن الجنة. جزاؤهم عند ربهم، بدليل هقول لك اللي بعدها على طول. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم فأعطاهم هذا الجزاء ورضيهم عن الجزاء. ذلك لمن خشي ربه. لو كان هو، لو كان رضي عنه أي ربنا، كان قال إيه؟ ذلك لمن خشيه. لكن قال ذلك لمن خشي إيه؟ اللي هو ترضى عن الجزاء. أيوه. يبقى الرضا عن الجزاء يتحقق لك الجزاء بأنك كنت خايف مين؟ بالمولى عز وجل. واضحة ولا أقولها؟ لا خلاص واضحة. يعني رضي الله عنهم ربنا يرضى عني، لكن أنا أرضى عن ربنا؟ ده شوف بقى، ده لما ربنا رضي عني عبدته، فالعبادة رضا. بس رضا من مين؟ مش مني، من ربنا سبحانه. العبادة لله على مراده فيا، رضا من الله فيا أنا. شوف التركيبات اللغوية هنا، قال إيه؟ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها إيه؟ أبدا. رضي الله عنهم فكان هذا الجزاء، ورضوا هم عن الجزاء لأنهم خشوا الله تبارك وتعالى. ذلك لمن خشي ربه. فالمسألة يا سادة مش رضا عن الله، ده ربنا رضي عني فخلاني عبدته، فالعبادة رضا. بس رضا من مين؟ من ربنا سبحانه وتعالى. انا ارضى والله، انا غلبان لا استطيع، وانا ارضى عن الله لا املك ان شاء الله. انت عايز تفهمني ان الكافر مش راضي عن ربنا؟ طب ما يتفلق. ده الكفر ده ها عباره عن ايه؟ اول اثبات لوجود الله تبارك وتعالى دون ان يشعر الكافر. وانا زمان ضربت لك مثال، قلت لك انت بتستر حد مش موجود ولا تستر الموجود. قلت لك لما باجي معاك البيت، لو اهل بيتك مش موجودين ما تقفلش بيبان ولا حاجه، لكن لو اهل بيتك جوه تقفل الباب. فانت بتستر الموجود او بالنسبه للبشر، بالنسبه للمولى انت بتستر ايه؟ الكافر بيستر ايه؟ واجب الوجود سبحانه وتعالى. يبقى اثبت وجوده ولا لا؟ لان هو كونه يقول لك انا كفرت بيه، اهو شوف الجمله، كفرت بالله، قول له شكرا. قال الله اهو نطعها. يبقى اذا الله واجب الوجود. فاول جنود الايمان الكفر. سبحان الله. اللي على يكلمه يقول له انا مش مقتنع بالهك ده، يعني اثبت خلاص شكرا، اثبت وجوده. الاله كده كده واجب الوجود، المشكله عندك انت. عندك انت. ولذلك رضي الله عنهم ورضوا عن الجزاء، لان هم ده هم برضا الله عنهم عبدوه وخافوه. فراح قايل لك في الاخر ايه؟ ذلك لمن خشيه. لو الضمير في عنه عايد على ربنا كان قال ذلك لمن خشيه وخلصنا. لكن لا، رضي الله عنهم ورضوا عن جزاء الله فيهم ذلك لمن خشيه. يبقى اساسا الطريق بدا من هنا من الاخر. يعني اخر الايه هي بدايه الطريق، ان علاء خاف المولى عز وجل فعبد فانتهج مشي على المنهج فكان له الجزاء يوم القيامه الجنه. فعلاء يرضى ولا ما يرضاش؟ لا يرضى. زي ما قال ايه؟ في عيشة ايه؟ راضية. مش راضية من فيها، لا قال سابها، قال في عيشة ايه؟ راضية. قلنا زمان ايه؟ قلنا اذا كانت العيشة راضية يبقى اللي عايشها ايه؟
في منتهى الرضا. بس رضا عن المنهج، رضا عن الجزاء، رضا عن الجنة، مش رضا عن الله تبارك وتعالى. جميل. أختم بسؤال جميل نجاوب عنه الحلقة الجاية إن شاء الله، وهو متعلق بالجزاء الجميل ده. لما جه يوصف عقاب اللي هيستعجله قال جعلنا له جهنم يصلاها مذموما ومطحورا، مفيش واو في الآخر. أنت بتشرح فاهم. أوائل جهنم وقال يعني هقولها لك وقال مذموم وقال انه مطحور. وخد بالك علاء ضيف لها سؤال ثم ايوه للتراخي أيوة اشرحها لك عشان برضه يدي تحت الفرصه هذا بقى من كان يريد العاجله عشان المضارع، عشان المضارع يشتغل في ايه؟ ان يبقى في امل في التوبه. شوف ربنا سبحانه وتعالى راضي عننا لدرجه ايه، بس احنا اللي مش راضيين عن نفسنا. قول بقى. لكن الفريق الثاني هو من أراد الأخيرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. بس وسابها هل خيال البشر إن هم يشوف زي ما أنت قلت كده؟ تخيل لو سعي الإنسان ده ربنا هيشكره عليه، يبقى شكل الجزاء إيه وشكل الجنة إيه؟ رغم إن القرآن مليان إن في أنهار وإيه لما بشر شكرك أنت فرحت إزاي؟ فلما إله يشكرك فسابها كده خلاص، يعني أثر الصياغة خلاص كان سعيهم مشكور وخلص الموضوع. واتكلمنا عن العطاء وكلمنا إن ده عطاء وده عطاء، بينما مفروض بفهمي أنا المتواضع إن العطاء يطلق على المنة الإلهية في موضوع الجنة. لكن لو أنا خدت الـ 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 الحاجات العاجلة اللي هتوديني في داهية وفي النار إزاي يبقى عطاء؟ الموضوع محتاج بقى لا محتاج شرح هقوله لك. هو هي كده المعنى على فكره، بس المعنى مقسوم برضو على اتنين هقولها لك. طيب جزاكم الله كل خير يا دكتور. الله يحفظك يا سيدي. ودعاء في اخر اللقاء، يا رب نكون من اهل الدار الاخره اللي هي بتودي على الجنه ما بتوديش على النار والعياذ بالله. نسعى السعي واحنا مؤمنين، يا رب احنا مؤمنين فدخلنا الجنه بفضلك ورحمتك. قولوا امين. اشوفكم بخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.